تساعدني لو جيت هلا هون على سيستم. لو اخذنا هذا السيستم اللي احنا شفناه قبل شوي هو كان 1 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 على شوي. وراقبنا الاوتبوت من هون واي اوف تي ودخلنا هون ستيب فانكشن يو اوف تي. لو دخلت على هذا السيستم ستيب فانكشن يو اوف تي شوفوا شو راح يصير. راح ارسم اول شيء هذا بالاسود هاي ستيب فانكشن هون راح ارسمها هاي ستيب فانكشن اللي دخلتها على هذا السيستم. وبعدين راح اراقب الان الاوتبوت اللي بيطلع معي. فالاوتبوت اللي بيطلع معي من هذا السيستم راح يكون شكله اندر دامب لانه هذا السيستم قلنا انه اندر دامب لانه بي سكوير اقل من 4 اي سي. والريسبونس تبع السيستم راح يكون هلا اذا طلعنا هون وين اوميجا تي هون؟ اي فريكونسي؟ اول وحده هاي 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 الزمن تبعها مش لما كنا نقيس البندلر مش كنا نقيس الزمن اللي هو لاحظوا هلا رح تلاحظ هاي قد ما مضى من الوقت رح يضل هذا الزمن مساوي لهذا الزمن وهذا الزمن مساوي لهذا الزمن وهذا الزمن مساوي لهذا الزمن. وهذه من اول ناس لاحظها في البشريه مين؟ الناس اللي كتبها جاليليو في 1660 شيء زي هيك كان في كنيسه ولاحظ انه الهواء كان عماله يحرك البندلر. لاحظ انه حتى لما يصير في دامبنج عليها بتضلها الفريكونسي نفسها حتى لو في دامبنج. مع الدامبنج ايش نعمله بنقص؟ عم بنزل هذا هلا الشيء الثاني اذا اول شيء بنستنتجه انه هذا الزمن هو بيتناسب مع اوميجا تي يعني مش اوميجا تي بس هاي الفريكونسي تي اللي موجوده هون منها بقدر اطلع اوميجا تي مضبوط. كيف اطلع اوميجا تي من هذا الزمن اللي هو بين الزيرو كروسنج والزيرو كروسنج هاي بيرد مش هاي بيرد كامله. اوميجا دي شو بتساوي؟ اف شو بتساوي؟ اف دي اذا بدك تسميها 1 على تي مضبوط. واوميجا دي شو بتساوي؟ 2 باي اف دي اذا شو بتساوي هي؟ بتساوي 2 باي على تي هاي الموجوده مضبوط. اذا هذا اول شيء بتشوفه. لاحظوا هون لو كان عندي الدامبنج لو كانت هاي ظلت ترتفع من هون شو بصير اوميجا انه اوميجا دي؟ بصيروا متساويين لما الدامبنج زيرو. لو كان عندي زيرو دامبنج بتساوي اوميجا انه اوميجا دي وببطل هذا السيستم يعمل ديكي. سرعه الديكي هون مع ايش بتتناسب؟ اوميجا مع زيتا اوميجا زيتا كل ما زادت زيتا. هذا الخط لو رسمت خط على اللاف الازرق هذا بنسميه انفلوب. انفلوب بالعربي ايش معناها؟ زي مغلف مغلف شيء بغلف الهاي كانه بغلفها. هذا الانفلوب اللي بنسميه هون هذا له اي اي لقيمه معينه ماينس. ليش ماينس انا قلت انها ماينس؟ لانه ديكي واضح وبتناسب مع الزمن. ايش هون بيجي عندي؟ زيتا زيتا اوميجا. اذا كل ما كانت زيتا الدامبنج اكثر رح ينزل هذا بسرعه اكثر مش هيك؟ كل ما كانت اقل رح يقعد فتره اطول حتى ينزل. هذا كانه تايم كونستنت على فكره. فكانه عندي السكند اوردر تايم كونستنت بيساوي 1 على زيتا اوميجا ان. وحدة اذا وحدة زيتا اوميجا ان ايش لازم تكون؟ واحد على زيتا اوميجا ان سكند. زيتا اوميجا ان شو لازم تكون؟ واحد على سكند. واحد على سكند حتى تكون هذه صحيحه. اذا شايفين كل الاشكال الثلاث بارامترز وين يجوا؟ زيتا اوميجا ان وين يجوا عندي هون؟ صار تايم كونستنت. وين زيتا اوميجا ان هون؟ هي التايم كونستنت او واحد على التايم كونستنت لانه هي وحدتها بير سكند او واحد على سكند. اوميجا دي وين بينت معي؟ هاي الفريكونسي بتضلها نفسها ببين معي هون اوميجا دي اللي بشوفه مش اوميجا ان. زيتا اوميجا ان اللي بتحدد الديكي اللي موجود هون. المره الجايه رح نبدا نطلع كيف رح ندرس هذا الكيرف بالتفصيل ورح نطلع التايم دومين ترانزيت ريسبونس ميكيشن. هذه مهمه في الانالوج وفي الديجيتال كنترول او بالكلاسيكال كنترول وفي الديجيتال كنترول بدنا نعرف الريسبونس تبع هذا السيستم لستيب انبوت.